عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. أذن على بركة الله وتوفيقه يحب الكريم أيها المتابعون، حيث أننا متواصلين بإطلاق أشواتنا من هذا الميدان، ميدان السمحة. نتقدم بالشكر والتقدير للجميع. الشوط الثاني يسير بحفظ من الله وتوفيقه، يحمل عنوان فيت الأبكار المهجنات الأصايل لسن الإذاع، ولكن عودة في التهاني والناموس. تابعنا المسك قدمت عرض، تشكر عليه برفقة الأشعار الاقتصادي. تهانينا لغانم بن علي بن حمود الظاهري الذي رافق هذا الشعار بإنجازه المعتاد. أسير برحلة أشواتنا للمهجنات الأصايل، رحلة جميلة شاسعة، أسماء جميلة تشارك. دعوني أرحب بالصدارة، أتعرف إلى مقدمة الشوط. هناك مع المركز الأول بش على الانتفاع، أو هناك شب على بداية الشوط من تغود الصدارة، يرافق حمدان بن خليفة بن أحمد الذي يتولى عنايتها، يتولى متابعتها، يتقدم بأشعاره المتميز. شكرا يا أبو خليفة، شكرا على فكرة أصغر مالك يشاركنا بهذه الرياضة الذي دائما نتقدم لهم بالشكر والتقدير على حسن هذه الرياضة الجميلة بالمتابعة. نعود مباشرة إلى المستوى الثاني، وصلت هناك أميرة الذي واصل وصول جميل، يرافق السيل بن هيام بن سالم العامري على المستوى الثاني. نعود إلى المستوى الثالث، عودة متميزة، الواعية الواعية يرافق أحمد بن مطر بن محمد، ولكن تسلل. شوف هناك الجود الذي قادمة، سلطان بن خليفة بن أحمد الذي يعلن متابعة أبو خليفة. المستوى الثالث والمركز الرابع عديناها عندك يا أبو خادم، أما المركز الخامس جولة مستمرة، وصول هناك وصل أشعار أبو عيسى خادم بن عيسى المنصوري على المستوى الخامس والمركز السادس. والله على ما أعتقد أشعار الاقتصادي الذي واصل من الجانب الآخر، بنتعرف عليها بتصحيح الجميل المتميز والجمع التحركات القادمة. وصلنا نعم إلى هذا الشعار من تحمل الرقم 9 غدهم متميز غانم بن علي بن حمود الظاهري. هناك مهمة الذي واصله، حيث أن شعار المسك الذي تابعت بأول أشواتنا المحليات الأصايل أكملت النداء للست الأوائل، ولكن عودة إلى ممثل السمحة، عودة إلى الرميضي الذي قاد الصدارة، يرافق أبو خليفة المستوى الأول، يتقدم بهذا الشعار المعتاد إلى البداية. ناخذ الصدارة والانفراد الأول. هناك شبه الذي تقود الصدارة، الذي منطلق بانطلاق الذاتي، مسيطر السيطرة التامة. يلا يا خلي حمدان، يا بن خليفة، يا بن أحمد الرميذي، شد الحيل ودير البال. ولكن شوف لي حشيمة، شوف لي حشيمة، ما يبنى لها طاري، ما يبنى لها طاري، بدأت تغترب إلى هذا التحرك المستمر. أحمد بن عبد الله بن محمد الرميذي يرافق هذا الشعار، يتابع هذا الإبداع الجميل. المركز الثالث، المركز الثالث، الوصول والمتابعة، أرصد لي هناك رهيفة الذي قادمه، رهايف الذي واصله، نايب بن محمد بن خميس البادي يتولى المسار الثالث. ولكن بنعود إلى البداية، بدينا بالاقتراب، بدينا بالاقتراب. شوف المعترك الثنائي، شوف الصراع الثنائي، الكير الأخير غادرنا بكل أريحية. من يتولى الصدارة؟ شبه الذي تقود البداية، الذي منتظره، ولكن سلالة حشيم، سلالة حشيم، حشيم حشيم
هشيمة بالفعل بموقع الحشمة في موقع الحشمة عصاته في بطانة بدون يوامر بدون يوامر تذكر مشكور ابو عبد الله مشكور احمد بن عبد الله بن محمد الرماذي المرافق الاول وهناك بنعطيها بقيادة محمد بن أحمد بن عبد الله الرماذي السلام مشكور يا أبو محمد يا أبو أحمد مشكور على الأداء الجميل على فكرة أصغر مالك إذا صح التعبير يشاركنا بالرياض الجميلة والله حجيمة خلاص بدأت تغادر عطني جولة فقط لغير تابع لي أشعار بخليفة عطني جولة إلى المقدمة دخيلك عطني مالك حجيمة عطني مالك حجيمة يا مصورنا هذا هو محمد بن أحمد بن عبد الله يرافقها ويتابعها بعناية أصغر مالك أصغر مالك سلام السمح السلام سلام حشيم السلام سلام محمد بن أحمد بن عبد الله الرميذي الرميذي الله 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 ومشكور يا أحمد السوداني الذي ترشحها منذ بداية الانطلاق تهانينا الاغتراب سلام سويحة السمح السلام والتحية تهانينا لمحمد بن أحمد بن عبد الله الرميذي مشكور يا أبو أحمد على هذا الأداء المتميز والجميل شكرا على المتابعة يا محمد على هذا الأداء المتميز المركز الثاني بقيادة حمزة بن خليفة بن أحمد الرميذي مشكور يا أبو خليفة على المتابعة المركز الثالث بنتابع بقية الأسماء الذي شاركتنا بهذا الأداء الجميل ما شاء الله تبارك الرحمن حشيمة قدمت عرض تشكر عليه بالمتابعة وصلنا إلى حامل رقم 18 نايف بن محمد بن خميس البادي المركز الرابع اتصل فيه بالتهاني وناموس هناك أما إذن محب سالم بن عبد الهادي بن صالح المري على المستوى الرابع والمركز الخامس التهني موصول لغانم بن علي بن حمود الظاهري المركز السادس والأخير تحمل الرقم 12 تهانينا لعاطف بن عطية الغريشي توقيت 6 دقائق ثانية واحدة لا غير شكرا يا محمد يا بن أحمد يا بن عبد الله الرميذي على هذا الإنجاز مشكور يا راعي حشيمة